صديقاتي أصدقائي الكرام، الحقيقة الحلقة الحالية يعني عم تواكب حدث رياضي عالمي غير مسبوق، خاصة لما بيكون في فريقين بحجم الدوري الإنجليزي والفريقين لهم أنصارهم على مدى الكرة الأرضية كلها، من مانشستر يونايتد إلى ليفربول. والمباراة كانت مساء أمس بتاريخ 5/3/2023، والنتيجة الصاعقة هي 7-0 لصالح ليفربول. هلا بطبيعة الحال مطلق أي عربي مباشرة بده ينجذب إلى الفريق بشكل أو بآخر، مش ضروري يكون حكما، إلى الفريق اللي فيه لاعب عربي لعب يلعب بإنجلترا، يعني على قدر ما بكون مبسوط ببنزيما بريال مدريد، على قدر ما بكون مبسوط بحكيمي بباريس سان جيرمان، على قدر ما بكون مبسوط بمجموعة زياش يمكن تشيلسي، على قدر ما بكون مبسوط بزيدان هالاسم الكبير اللي ملى الكون كله وكان بالأخير هو المدرب لريال مدريد قبل ما استلم أنشيلوتي محله، على قدر ما بفرح بكل من يحمل راية الجنسية العربية، مش باب التعصب ولكن ابن وطني ابن أمتي. لذلك كان فرحنا كتير كبير بهالعبقري، يعني على قدر ما عم نذكر هالأسماء العظيمة اللي ذكرناها أسماء العربية، في كتار غيرهم كمان كلهم عباقرة، وكمان من ضمنهم هالعبقري محمد صلاح. مبارح كل من يحب ليفربول سواء من أجل محمد صلاح أو خارج عن نطاق قصة محبته محمد صلاح كان عايش يمكن ليلة من أجمل ليالي عمره كمن هواة الفوتبول. بقدر بقول إنه الشوط الأول انتهى 2-0، اللي جاب الجول الأول الهولندي جابكو، والهدف الثاني جابه داروين نونيز. ولكن الروعة إنه الأهداف أكتريتهم يا البداية بتكون عند محمد صلاح تنتهي لشخص آخر وهو اللي بيعطي الباس اللي بيجيب جول، أو مباشرة من محمد صلاح إلى اللي جاب الهدف، يعني باس واحد لشخص تاني بيجيب الهدف. الهدف الثالث لداروين نونيز اللي هو من أوروغواي واللي جاب بالدقيقة 47 الدقيقة الثانية من الشوط الثاني بتمريري من صلاح، وبعد منه كمان جاكبو كمان بتمريري من صلاح جاب الجول الثالث، بعد منه محمد صلاح بالدقيقة 66 من الشوط الثاني بجيب جول هو مباشر، بعد منه نونيز 76 بدقيقة 76 طبعا بتمريره ابتدت عند محمد صلاح، ودقيقه 83 كمان بيسجل هدف الثاني محمد صلاح، وبدقيقه 88 زميله فيرمينو البرازيلي بجيب جول كمان بتمريره اعجازيه لمحمد صلاح. وهون الشيء الرائع انه لما جاب الجولين، وهذا كان حلم عند محمد صلاح، انه يحطم اسطوره رودي فولر اللي جايب 128 هدف وكان هداف ليفربول التاريخي، يعني طول علاقته فيه كرودي فولر مع ليفربول جاب له 128 هدف. امبارح تحطم هذا الرقم ومع محمد صلاح اللي قطعه بهدف او بهدفين، بتصور يا انه 129 او 130 بمسيرته لتاريخ اللحظه مع ليفربول والخير القدام، يعني بدنا نتصور انه امبارح تحطم الرقم، كيف بعدين يعني خلص بده يقولوا وصل الى ابوجي او الى مستويات محمد صلاح لم يصل اليها احد حتى تاريخه، بعدين يخلق الله ما لا تعلمون. الشيء الرائع بالموضوع
انه محمد صلاح حتى يعتبر بهالنتيجة اللي جابها امبارح اول لاعب في الدوريات الاوروبية الخمس الكبرى اللي بيسجل 20 هدف او اكثر ويقدم 10 تمريرات جابت اهداف خلال بجميع المسابقات خلال موسم 2022-2023. الشيء اللي بيفرح القلب انه هالانسان العظيم، هالانسان اللي بيخلي كل ناطق بالضاد يحترمه، انه على قدر ما هو لاعب ورائع، ومثل شو كنا عم نقول عن الموسيقار العالمي فريد الأطرش، على قدر ما كان فنان كان انسان بكل علاقاته مع الآخرين بكل أبعادها الإنسانية. نفس الشيء محمد صلاح، وأنا أسر عن كل كلمة بقولها من خلال متابعتي له ومتابعتي لكثير من اللاعبين العرب المبدعين، إنه على قدر ما كان فنان وعبقري في عالم الفوتبول، على قدر ما كان كمان إنسان في مقربته للعلاقات مع الناس ومع مع العالم اللي بيحبها وبيتنفس فيها. وأروع شيء إنه نقول اللاعب هو يكنى بأبو مكة، اسم بنته مكة المكرمة، مكة. يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، كلكم ذوق.